ثلاثة جزر تبعد عن البر المغربي بأقل من 4 كيلومترات، لكن رغم ذلك فهي تحت السيطرة الإسبانية، وذلك بعد أن احتلتها أواسط القرن 19. ما هي قصة جزر إشفار المغربية المحتلة والتي تعرف بالجزر الجعفرية؟ يرجع المؤرخون اسم هذه الجزر إلى اللغة الأمازيغية القديمة، وجزر إشفار هو الاسم الذي بقيت إسبانيا تحافظ عليه إلى اليوم، حيث أنهم يطلقون عليها اليوم شافاريناس. تقع الجزر الجعفرية بين مدينة السعيدية شرقا ومدينة رأس الماء غربا، هذه الأخيرة التي تبعد عن جزر إشفار بحوالي 3.5 كيلومتر. الأسماء الأصلية للجزر الثلاثة هي كالتالي: جزيرة أسني والتي تقع في الجهة اليمنى، وجزيرة عائشة في الطرف الأيسر والتي تعتبر أكبرهم من حيث المساحة، ثم جزيرة إيدو في الوسط، لكن الاحتلال الإسباني أطلق عليها أسماء خاصة به، وهي جزيرة الملك وجزيرة كونكارسو وجزيرة إيزابيلا الثانية. قصة الجزر الجعفرية أو جزر إشفار قديمة جدا، حيث أنها كانت ملجأ للصوص والقراصنة الهاربين من سلطة الدولة. هؤلاء اللصوص الذين كانوا يعتبرون الجزر نقطة انطلاقهم في اتجاه عرض المتوسط، وذلك لاعتراض السفن التجارية. وقد بدأت إسبانيا تفكر في احتلال الجزر الجعفرية سنة 1497، وهي نفس السنة التي احتلت فيها مدينة مليليا، لكن الإسبان لم يستطيعوا السيطرة عليها في ذلك الوقت، وبعد أكثر من قرنين من الزمن عاد اهتمامهم من جديد بهذه الجزر، وذلك عندما قام السلطان محمد بن عبد الله بمحاصرة مدينة مليليا المحتلة سنة 1774، حيث أرسل الإسبان سنة 1786 القبطان طوفينو إلى المنطقة، والهدف كان هو وضع خريطة مفصلة للجزر الثلاثة. ورغم ذلك فهم لم يستطيعوا احتلال الجزر هذه المرة أيضا، لكن سنة 1847 وفي عهد السلطان عبد الرحمن بن هشام وصل الجيش الفرنسي المحتل للجزائر إلى الحدود المغربية الشرقية، فقررت الحكومة الإسبانية في مجلسها المنعقد يوم 26 يونيو سنة 1847 احتلال جزر إشفار، ويوم 4 يناير عام 1848 غادر الأسطول الإسباني ميناء مدينة مالاغا متجها إلى مدينة مليليا المحتلة، وذلك تحت قيادة الجنرال سيرانو الذي قام حينها باحتلال الجزر الجعفرية المغربية مستغلا ضعف الدولة المغربية في ذلك الوقت. والسبب كان هو شعور الإسبان باستعداد الفرنسيين للنزول بها بسبب موقعها القريب من الشواطئ الجزائرية. وطبعا لم يسكت المغرب على هذا الاحتلال في ذلك الوقت، ونظرا للضعف الذي كانت تعاني منه الدولة المغربية فلم يكن أمامها سوى الاحتجاج على ذلك ومطالبة إسبانيا بالإجلاء الفوري لقواتها. اليوم تعتبر إسبانيا الجزر الجعفرية جزءا لا يتجزأ من ترابها الوطني، وتصنفها في خانة المحميات الطبيعية، رغم أنها بعيدة كل البعد عن ذلك، فهي تستغل تلك الجزر كقاعدة عسكرية، حيث أن الجزر الجعفرية حاليا يعيش بها حوالي 260 شخصا كلهم جنود، بينهم من 15 إلى 20 من الموظفين المكلفين بالإدارة والتنسيق مع السلطات الإسبانية، بالإضافة إلى حارسين مهمتهما حماية المجال الطبيعي والتنوع البيولوجي والبيئة. ومعظم هؤلاء يقيمون في جزيرة إيدو والتي تحتوي على معظم البنايات، بالإضافة إلى الحامية العسكرية.
منذ أن احتلت إسبانيا الجزر الجعفرية والمملكة المغربية تسعى عبر الوسائل السلمية لاسترجاعها، موظفة في ذلك القنوات الدبلوماسية الرسمية، حيث تعتبر المغرب أن اعتراف إسبانيا بمغربية الثغور المحتلة هو مدخل أساسي لقيام تعاون شامل بين المملكتين. لكن إسبانيا لا زالت تتجاهل تلك المطالب وترفض الجلوس مع المغرب على طاولة المفاوضات، خاصة بعد صدور مجموعة من التقارير التي أكدت وجود ثروة نفطية ضخمة على طول الساحل المتوسطي بين مدينتي رأس الماء ومليليا. لكن المغرب يؤكد دائما على أنه لن يفرط في أرضه المحتلة. هذه الأراضي التي سيسترجعها في الوقت المناسب ومهما كان الثمن.